بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أعزائي الطلبة والطالبات طلاب الثانوية العامة. النهاردة إن شاء الله نتعرف على مصاريف جامعة مصر الدولية، المصاريف والتنسيق ورابط التقديم. تقع جامعة مصر الدولية في مدينة العبور الواقعة في محافظة القليوبية في الكيلو 69 من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي. تقدم جامعة مصر الدولية لطلابها إمكانية الدراسة في 7 كليات مختلفة. بالنسبة لتنسيق الجامعات الخاصة، طبعا زي ما احنا عارفين حدد المجلس الأعلى تنسيق الجامعات الخاصة الحد الأدنى للقبول في الكليات المختلفة في الجامعات الخاصة ومن بينها جامعة مصر الدولية، والذي يتمثل في التالي: تنسيق كلية طب الأسنان والصيدلة. بالنسبة لمصاريف جامعة مصر الدولية، كشف جامعة مصر الدولية عن مصاريفها الكلية التي تتبعها للعام الدراسي 2020-2021، والتي تتمثل في طب الأسنان 52,000 جنيه للترم الأول زائد 52,000. بالنسبة لرابط التقديم لجامعة مصر الدولية لعام 2021، طبعا ده الرابط: الأوراق المطلوبة للالتحاق في جامعة مصر الدولية: صورة من البطاقة الشخصية أو صورة من جواز السفر للطالب أو الطالبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.